السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد ومكان جديد. احنا النهارده في مكتب ابراهيم الونش في مول صدناوي، افتتاح فرع داخلي ولانجري جديد لوكس باسعار حلوه جدا. كمان الداخلي هتلاقوا فيه اندرات، براهات، شغل العرايس، التل والجيبه، وموجود كمان بوكسرات اطفال واندرات حريمي لحد المقاسات الخاصه، وكل اشكال البراهات، الستان والقطن والستاره واشكال تانيه كتير. بس هناك الاندرات والبراهات هيكون البيع فيها من 3 قطع، لان الاسعار دي هتكون جمله، انما اي حاجه تانيه في المكان هتكون بالقطع عادي. العنوان بالتفصيل هتلاقوه موجود في اول تعليق مثبت، رقم للتواصل موجود طول عرض الفيديو على الشاشه، ولينك التليجرام هتلاقوه موجود في اول تعليق مثبت. بس قبل ما ابدا الجوله انزلوا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدا الجوله على بركه الله. هنبدا بقى قسم الدخل هنا من مكتب ابراهيم الونش. انت بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بص يا باشا، المكان ده لسه بقى لي يومين بس. تمام. بقى لي يومين بس. تمام. داخلي ده قسم الداخلي الحريمي. بص ما شاء الله اللهم بارك. تمام. كل الموديلات ده الفرع الثالث. ده تمام. قسم الداخلي الحريمي الفرع الثالث. تمام. الفرع ده لسه ما اكتملش. احنا هنا بنبيع جمله بس لمتابعينك، ولا نقف معاهم في اي كلام. اللي تمام. انت عايزينه احنا عنينا ليكم. هيديكوا قطاعي وجمله. لانجري اهو. لانجري. لانجري اهو. ده مستورد. لانجري ده مستورد اهو. تمام. تمام. كل موديلاته متاحه. كل موديلاته متاحه. اي حاجه من اللانجري ده ب 55 جنيه. اي موديل من دول 55 جنيه. 55 جنيه. نفتح واحد ونتفرج عليه. نشوف واحد معانا. نفتح واحد ونتفرج عليه. تمام. ب 55 جنيه. اي هنا اهي. ده لوكسيات. ده لوكسيات. لوكسيات. وقلنا البوستر كده يشوفوه برضو. اهو اهو. بص البوستر هو نفسه، هو شكل القميص برضو معانا. حلو قوي. افرد لنا كده معانا القميص. هنفرد حته قطعه اهي ونتفرج عليها. بصوا هو نفس شكل البوستر اهو. بصوا معانا ده هيبقى ب 55. بكام ده قلنا؟ ب 55 جنيه. ب 55 جنيه. حلو قوي. 55 جنيه بس. الوان متاحه منه. الوان متاحه. وموديلات كتير. الوان متاحه منه. وادي موديلات ثانيه برضه. موديلات ثانيه يا جماعه هنا اهو. حلو قوي. وعنده تمام. اشكال كتير. وعنده كله. كل الاشكال عنده موجود. اشكال كتير. افتح لنا شكل ثاني نشوف. نفتح شكل ثاني ونشوف. بصوا معانا ادي الموديل اهو. ادي الموديل معانا الشياكه دي. تمام. فتحه مستورد مش اي كلام اهي. والله مستورد، مش بقول كلام وخلاص. تمام. انا عندي المصري. المصري موجود برضه. المصري موجود. تمام. ايه الشغل العالي ده؟ عامل كام ده قلنا؟ ده مقاسات طبعا، مستورد بينزل مقاسات، لكن المصري بينزل مقاس واحد. مقاس واحد، يا كبير يا صغير. 55 جنيه. ده يبقى ب 55 جنيه. 55 جنيه. بص الشياكه كده، اديله لنا نشوفها. 55 جنيه. بص الشياكه دي. افتتاح. 55 جنيه. بمناسبة افتتاح. حلو قوي، تمام. ب 55 جنيه بمناسبة افتتاح. كده ب 100 جنيه. ده 3 قطع ب 100 جنيه. عند حاجة زي كده ب 100 جنيه. ب 100 جنيه قميص بالرب بتاعه. عند حاجة زي كده أهو. عامله 195 جنيه. 195. ده شغل عرايس بقى. ده شغل عرايس. الجمال ده. بصوا مستورد مش بألوانه. هيبقى ب 100 كام؟ 195 جنيه. 195. اي حد ب 330 والكلام ده. تمام. عندي انا ب 195 جنيه. حلو قوي. شركه ابراهيم الونش بمول صناوي، الدور الثاني فوق امام سنترال العتبه. تمام. خد سكرين وهات دي. عامله كام دي؟ سكرين وتعالي. ب 110 بس. 110 الشياكة. ب 110 بس. تمام. ب 110 بس. ب 110 برضه بس. والجمال ده عامل كام ورينا كده؟ ب 110 بس. بصوا دي ب 110، ده مقاسات كمان. ب 110 بس. 110. حلو قوي. دي اكس لارج اللي معايا، يعني موجود منها مقاسات برضه. كل ده موجود منه مقاسات بفضل الله. تمام. عندنا حاجة زي كده. ب 55 جنيه. دي ب 55 جنيه. اه ب 55 جنيه. دي احنا لسه بنفرش يا جماعه والله. لسه يعني لسه بنفرش. التشكيله ما اكتملتش يعني تمام. انا بص عندي موديلات لسه اهي مش ولا كل دي حاجات لسه جايه امبارح بالليل. تمام. تمام. بس هي عشان وقتها قليل ومش عايزين نطول عليكم. اركب معايا يا استاذ يحيى. اركب معايا. تمام. عندي حاجه زي كده. اقرب لكم بقى عشان تشوفوها. تمام. حاجه ب 40 جنيه بس. دي ب 40 جنيه. اه. تمام. حاجه زي كده. 8. كله؟ لا ده السبعه. ده؟ اه. عندي حاجة زي كده برضه ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. تمام. تمام. ركزوا معايا يا جماعة. تمام. ركزوا معايا بعد ما تصلوا على النبي، تركزوا معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ب 35 جنيه بس. دي ب 35 جنيه. ب 35 جنيه تمام. بس. دي عاملة 40 جنيه. دي ب 40 برضه. تمام. دي عاملة 40 جنيه. والبنفسجي دي برضه 40 جنيه. تمام. تمام. سعر خاص لصحبات المحلات والمكاتب.
صباح سعر خاص صحبات المحلات والمكاتب. تمام. سعر خاص للاونلاين اللي بتاخد ثلاثة في الدستة. تمام. يعني الثلاث قطع هتكسبها لك. بص حاجة زي كده عاملة كام دي؟ 40 جنيه بس. دي ب 40 جنيه برضه. يا ابني. تمام. 40 جنيه بس. 35 جنيه. ب 35 جنيه بس. دي ب 35 كمان. تمام. ها يحيى اركب معايا مش هقدر اقول لك يا يحيى ده فيديو. انا بعمل دي عاملة كام برضه؟ دي؟ دي 45 ب 45 جنيه بس. ب 45 معايا هنا 8 ب 40 جنيه بس. دي ب 40 جنيه بس. بص يا جماعة أنا عندي حاجات تبدأ من 30 جنيه من 30 الحاجات دي تبدأ من 30 جنيه. تمام. بعد كده كل جنيه يفرق موديل، 31 موديل، 32 جنيه موديل، كل جنيه بيفرق موديل. تمام. والسوفتات والحاجات دي أسعارها كام؟ السوفتات يا أستاذ ماشي يا يحيى معانا دقيقه معانا هنا برضو السوفتات يا يحيى. السوفت الرياضي. السوفت الرياضي عامل كام ده؟ الرياضي بيبتدي معاكي من 35 حاجه زي كده. 35 تمام. 35 بصوا حاجه زي كده. الظهر الدانتيلا برضو 35 جنيه. 35 ده برضو 35 جنيه سبورت. كل دي سبورت. تمام. حلو قوي قوي. 40 جنيه ده ب 40 جنيه. 40 جنيه المشجر الحلو. هجيب لك بقى الحته المشجره عشان تبان التشجيره فيها. بصوا حلو قوي دي زي الملسعه دانتيلا فوق حلو قوي مشجر. دي برضو ب 40 جنيه. ب 40 جنيه ب 40. طب والرياضي تحت ده عامل كام؟ حاجه زي كده. الرياضي اللي تحت ده خامته زبده. ده زبده. ده حاجه نظيفه. عامل كام؟ سعره 45 جنيه موديل. 45 2 ده 45 برضه. 45 ده 45 كل دي موديلات. ادي شكل. بصوا ادي الشكل بتاعه حلو قوي. ده ب 45 جنيه حلو قوي قوي. ادي شكل. بصوا ادي شكل تاني حلو قوي. 45 مقاس واحد. ده مقاسات. اه تمام. الشكل التالت. وادي الشكل التالت. بصوا كل ده ب 45 جنيه. 45 جنيه. عايز اقول لكم سوفتات كتير قوي هوريكم برضو بعض البراهات برضو هنا. الرابع. بصوا السوفتات ايه الشياكه دي. ده برضو هيبقى ب 45. 45 جنيه المستورد. المستورد 45. خامته زبده. اسال على الزبده هتلاقيه ب 55 جنيه في اي حته. تمام حلو قوي. عايزين نشوف البراهات برضو. البراه المسطره ده. المسطره. طبعا مكسر الدنيا. ده ترند اليومين دول. المسطره ده عامل كام؟ 65 جنيه في اي حته عند أي ابراهيم حتة. الونش ب 45 جنيه. ده هيبقى ب 45 جنيه البرا المسطره في اي حته عند ابراهيم الونش ب 45 جنيه. تمام حلو قوي. وفي الوان منه كمان طبعا كل الوانه. طب والستاره. الستاره. الستاره ده في منه مقاسين اللي هو الكب الكبير والكب الصغير. الكب الكبير والصغير الستاره عامل كام؟ صغير 40 45. 40 الصغير 45 الكبير. لكل المتابعين ومكاتب الجمله للمحلات. سعر خاص اللي بياخد مني جمله. تمام. وسعر خاص للمتابعين. وسعر خاص للي جاي من طرفي. ماشي يا برو. سعر خاص للي جاي من طرفي. في ايه تاني معايا؟ في عند البراء العاده الستاره برضو. ده العاده. ده العادي الستاره. تمام. مش الدوش. عامل كام ده؟ ده سعره للمتابعينك انت ب 40 جنيه بس. ب 40 جنيه. 35 جنيه لمتابعينك. البنات 35 جنيه. 35 جنيه لمتابعينك. البراهاب بالقطعة. المقاس من لا ثلاث قطع في الموديل. البراهاب برضه؟ ثلاث قطع في الموديل. اه انا ببيع جمله. يعني هنا جمله الحاجات دي ثلاث قطع. عشان ببيع جمله. يعني ما ينفعش تاخد ثلاث قطع مشكلين. لا تاخد ثلاث قطع مشكلين من نفس الموديل. من نفس الموديل. من نفس الموديل. تمام. من نفس الموديل. من نفس الموديل. الطقم بالقطعة ولا ايه؟ العرايس اللي بتسأل على الطقم، الطقم طبعا بالقطعة. بالقطعة عادي. تمام. العرايس الطقم ده معروف سعره في أي حتة 75 جنيه. 75 جنيه. وقلت لك 75 جنيه. تمام. لكن من أجلك أنت ومن أجل متابعينك الطقم ده ب 65 جنيه. ب 65 جنيه. ورينا الكشمير بتاعه. جنيه. الكشمير. إيه الشياكة دي؟ المستورد. بصوا لا لنا كده يبان معانا. بصوا ده هيبقى ب 65 جنيه ورينا الأندر بتاعه. ده طقم على بعضه كده هيبقى ب 65 جنيه حبايب قلبي حلو قوي قوي. شكله تحفه. 65 جنيه. بصوا 65 جنيه اي طقم من دول هتاخدوه ب 65 جنيه حلو جدا. اتفضل يا يحيى. طب واللانجري هيبقى بالقطعه ولا برده ثلاث قطع؟ لانجري قطعه. لانجري قطعه. الدخل اللي هيبقى بالثلاث قطع. ايه الجمال والشياكه دي؟ عامل كام ده؟ 75 جنيه. 75 جنيه ده بالقطعه بقى؟ بالقطعه. ده بالقطعه عادي. 75 جنيه. يعني الاندرات والبراهات بس اللي ثلاث قطع. هو ثلاث قطع عشان ده بيجي دسته. يعني انا المفروض ان انا بيع اقل حاجه دسته. اقل حاجه دسته. اقل حاجه دسته. لكن تمام. عشان متابعيني كان بيع ثلاث قطع في الموديل. حلو قوي. مش اي مشكله بالنسبه. تمام. معانا ايه تاني؟ هنشوف مع بعض بقى الاندرات. انا عايز اقول لكم في حاجات زي كده برضو اللي هي من طعام قطيفه دي حلو قوي. سعرها كام؟ 40 جنيه. 40 جنيه. 40 جنيه برضو. الجود. بص حاجات كتير قوي. برافو. الجود ده سعره 35 جنيه. 35 جنيه. الطبعه اللي زي كده برضو يا يحيى نفس الكلام. 35. 35. عايزين نشوف الاندرات بقى فين اللي بادئ معانا. ده في بناتي كمان. اه سعرها عامل كام؟ البناتي البوكسر البناتي ده ب 17 ونص. ب 17 ونص الواحد. بس اقل حاجه ثلاث قطع عشان المتابع حلو قوي ماسك يعني يعرف ان انت ثقه فيمسك يعني يعتبر ان هو اللي ماسك الخامه. تمام. دي اقل حاجه ثلاث قطع. اقل حاجه ثلاث قطع. تمام ب 17 جنيه. 17 ونص. ونص. تمام. ونص
17 ونص. وده عامل كام؟ ده عامل 11 جنيه اول مقاس. 11 جنيه اول مقاس. 11 جنيه اول مقاس. في منه مقاسات. المقاس بيختلف في السعر؟ طبعا بيختلف. بيزيد قد ايه؟ 11 12 13 جنيه. تمام، جنيه واحد بس في المقاس. اقل حاجه 3 قطع يا جماعه. 3 قطع. انا عمال انوه في الاندرات والبراهات بس. تمام، والباقي كله قطاعي. في ايه معانا تاني؟ ورينا التل والحاجات الشياكه دي. ايه الشياكه دي؟ ده حلو قوي، هشوف لكم سعره كام برضه. بصوا ده الاندر اللي هو بتسعة ونص. تسعة ونص. تمام، حلو قوي. مقاسات برضو ولا وان سايز؟ لا مقاس واحد. مقاس واحد ده يبقى بتسعة جنيه ونص. تسعة ونص. بس اقل حاجة تلات قطع. اقل حاجة تلات قطع. تلات قطع، تمام. وطل العرايس ده ايه الشياكة دي؟ العرايس ده ب 25 جنيه. ده الواحد ب 25. عشان متابعينك ب 22 ونص. ب 22 ونص لكل المتابعين. ركزي معايا في حلو قوي، تمام. دي موديل. ده موديل. اتنين. ده هيبقى برضو بكام؟ قلنا ب 22 ونص. ده موديل تاني. ثلاثة. بصوا اللي عامل زي الهوت شورت برضو ده 3 1 حلو قوي. 22 ونص. 4. كل ده ب 22 ونص بس اقل حاجه 3 قطع برضو. 3 قطع في الموديل. تمام، العروسه اكيد هتاخد 3. ده 5. تمام، ده مستورد ده. كل ده مستورد، معلش انت شعب عندي كل الشغل. كل ده برضو 12 جنيه ونص برضو. 22 ونص. 22 ونص سوري. بص انا عايزه اديكم ببلاش، ده ب 22 ونص حلو قوي. نفس الشكل ده برضه، نفس الكلام برضه 22 ونص. تمام، حلو قوي. كل ده شغل مستورد. كل ده 15، عندي ب 17 ونص، عندي 13 ونص، عندي واللي هو الجيبه ده عامل كام؟ الجيبه ده ب 17 ونص. ب 17 جنيه ونص. 17 ونص. البوكسرات كتير جدا موجوده في المكان. بصوا انا عايزه اجيب لكم كل حاجه في المكان بس عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. والحاجات اللي هي دي برضه 22 ونص. الحاجات دي كل التول ده 22. كل التول ده 22 ونص. في حاجه قطن زي كده 25 جنيه، خامه قطن مستورده نظيفه. ده ب 25 جنيه. مفيش، ما يحررش، مفيش اي حاجه. حلو قوي. يعني والمقلم ده عامل كام ده؟ نفس الكلام 22 ونص. 22 ونص. والمقاسات الكبيره؟ المقاسات الكبيره ب 20 جنيه. ده ب 20 جنيه اقل حاجه 3 قطع. تعبتك معايا يا يحيى. في الموديل تحت امرك. وميرسي قوي. احنا النهارده كنا عند الونس في مول صدناوي، خدنا كل حاجه قطاعي من عدا البرهات والاندرات، اقل حاجه 3 قطع. 3 قطع في الموديل. تمام، ميرسي قوي يا يحيى وتعبتك معايا. شكرا.